the graphics, they are waveform that reflect patient ventilator system and their interaction. انا ما بحط عينه ميكانيكال فنتيليشن ما عنديش بارامتر واحد بس ان الجهاز يبقى مظبوط. لا، الجهاز بيشتغل، العين بيستقبل الجهاز، وبالتالي يبقى في سينكرونايزيشن ما بينهم. ممكن ابص الاقي العيان بقى عيان اريتابل على الجهاز. لو انا شلت فصلت ما بين العيان وما بين الجهاز، هفصل القوات، اشوف المشكله فين. المشكله عندي في الفنتليترز ولا المشكله عندي في مين؟ في الجهاز. ولو انا عندي الجرافيكس هتقدر تقول لي المشكله فين قبل ما افصل وقبل ما الحاجات دي كلها. الجرافيكس دي ار الويف فورم، دي ريفلكت ذا بيشنت فنتليتور سيستم ذا انتراكشن. مهم مونيتورنج واناليسيس اوف ذا جرافيكال ديسبلاي of the curve واللوب during mechanical ventilation. مهم قوي، critical، مهم لينا كلنا، عشان ال patient being ventilated ازاي، to assess the problem occurring during ventilation. ده مجرد ان انا ابص على mechanical ventilation اقول اذا كان العيان ده محطوط على pressure targeted ventilation ولا volume targeted ventilation، اذا كان العيان ده الفلو بتاعه اذا كان او pressure triggered flow triggered، كل البارامترز اللي انا متوقعها او اللي انا بظبط بيها الميكانيكال ventilation، مجرد ان انا احط الجرافيك ديسبلاي بتاعي اقدر ان انا ايه اوصل العين ايه المشكله بتاعته. عندي نوعين من الجرافيكس، عندي ريل تايم ديسبلاي اللي هو اسمها سكالرز، وفي نفس الوقت اللوبز اللي هو اثنين زي بالظبط بالمونيتورنج فانكشن. عندي فلو فوليوم لوب وعندي بي في كيرف، خلاص، برضو بريشر فوليوم كيرف، ودول الاثنين دول مهمين قوي. سكالرز ده البريشر والتايم والبريشر والفلو والفوليوم ديسبلاي اجينست الريل تايم، تمام؟ ده السكالرز بيتحط في الجهاز الفلو فيرسس، دول السكالرز فلو فيرسس تايم او بريشر فيرسس تايم او فوليوم فيرسس تايم، زي ما هنعرف بعد شويه كل واحد هناخده ونشوف. اللوبس عندي نوعين مهمين جدا، بريشر البريشر فوليوم بي في كيرف، والبي في كيرف ده مهم قوي في الكومبلاينس بتاع العيان او العيانين، خصوصا الادل الاي ار دي اس، والفلو فوليوم لوب زي بالموري فانكشن العاديه، وبالتالي هنقدر ان انا اشوف العينز كان اوبستراكتد ولا مش اوبستراكتد، عنده اير ترابنج ولا ما عندوش اير ترابنج. مش هيبان الاير ترابنج والاوتو بيب غير بمين؟ غير بالجرافيكال ديسبلاي بتاعتي. طيب، ده اللوبس، ده الديسبلاي بتاع اللوب، سواء البي في كيرف او سواء الفلو فوليوم لوب عكس النورمال اللي هو بيحصل عندنا. طيب، اما ناخد بريشر تايم كيرف في الاول خالص، نورمالي اللي بيحصل اثناء البريشر ان هو العيان يبدا انسبيريشن نيجاتيف وبعدين اكسبيريشن بوزيتيف، ده الطبيعي خالص، ده السبونتينيوس. انما في الميكانيكال بريثز الدنيا مش كده، ده اسمه بوزيتيف بريشر فنتليشن. يبقى كل البريشر او كل الويف فورم شكلها او كل الانسبيريشن والاكسبيريشن اباف الايه؟ اباف بوزيتيف، وبالتالي ادي الانسبيريشن وادي الاكسبيريشن، عكس اللي كان موجود قبل كده انسبيريشن الاول وبعدين اكسبيريشن. لا، انا ما عنديش ده، كل السايكل دي الريسبيراتوري سايكل كلها، ده الانسبيريشن والجزء ده مين؟ الاكسبيريشن. طب امال ايه الجزء اللي تحت ده؟ ده الزيرو ليفل وده البوزيتيف، يبقى ده مين؟ الليفل اوف بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، البي اللي انا ابلايد بتاعه. طيب، ده البريشر، ده البيك انسبيراتوري بريشر، اقدر ان انا ديسبلاي من البريشر تايم كيرف ده البيك انسبيراتوري بريشر، وده هيبقى ايه؟ الانسبيراتوري تايم، جزء ده الانسبيراتوري تايم، ده بيك انسبيراتوري بريشر، وبعدين بعد كده الايه؟ الاكسبيريشن فولوز، ده البيك انسبيراتوري بريشر، وبعدين ده الاكسبيريشن، جزء ده كله الاكسبيراتوري سايكل، زي ما احنا قلنا بالظبط الانسبيريشن از ان اكتف، وبالتالي انسبيريشن تلت الايه؟ الاكسبيريشن. وانا بحاول اخلي الاي اي ريشيو حتى بتاعتي 1:3 عشان اخلي العينين الاوبستراكتيف اير واي ديزيز يا عندهم مور اكسبيريشن اكتر من الانسبيريشن. ده اول حاجه، وبالتالي يقدر يقول لي البريشر محطوط حط العيان على بي ولا لا. الحاجه الثانيه يقدر يقول لي اذا كان العيان بيتنفس سبونتينيوس ولا العيان كنترولد بريثس، دي ميكانيكال بريثس. بدا هل في هنا اي ايفورت للعيان؟ اي ايفورت للعيان لازم يبقى نيجاتيف، لازم يبقى الماينس. ده عيان ميكانيكال توتال ميكانيكال، مفيش بيشنت ايفورت. لازم يحصل بيشنت ايفورت عندي، ايه اللي يحصل؟ لازم يبقى في نيجاتيف انسبيريشن، صح؟ اهو العيان هيتريجر هنا يديني النيجاتيف انسبيريشن. يبقى انا هقدر اقول اذا كان البريث اللي متاخد ده، هي في بعض الفنتليترز بتقول لي اذا كان اسيستد ولا سبونتينيوس، في بعض الفنتليترز ما بتقوليش، وبالتالي هقدر انا اشوف اذا كان ده اسيستد ولا اذا كان ده ايه؟ اذا كان ده سبونتينيوس. ده البيشنت تريجرد بريثس. طيب، يبقى ده الاسيست، ده البيشنت تريجرد، وده الميكانيكال تريجرنج للعيان، تمام؟ طيب،
الحاجة التانية العينين لما بحطهم على SIMV أو بحطهم على assist control أو بحطهم على pressure support ventilations in addition to SIMV بيحصل لي ممكن يبقى في عندي مين inspiratory inspiration ممكن في expiration في حاجة spontaneous وفي حاجة mechanical يبقى ده spontaneous patient بيتنفس طبيعي لوحده without support وده الميكانيكال فنتليشن الميكانيكال الجهاز هو اللي بيدي اقدر افرق ما بين هنا التايدل فوليوم بتاع البريشر بتاع العين شكله ايه وهنا البريشر بتاع الميكانيكال بريثس شكلها ايه وبالتالي من الجرافيكس او من البريشر تايم كيرف بريشر تايم لوب اقدر ان انا ايه يقول لي شكل الايه الجراف شكله ايه او العيان ماشي سبونتينيوس ماشي اسيستد ماشي توتالي ميكانيكلي فنتليتد في حاجه ثانيه من البريشر تايم تقول لي اذا كان العيان ده اوريدي volume controlled ولا pressure controlled ventilation once pressure controlled ventilation يبقى عندي شكل ال pressure square لازم يوصل لغاية peak كده ويبقى فيها square form ده شكل ال pressure في ال pressure targeted ventilation ال volume لا لازم يبقى فيه peak وبعدين ممكن لو انا applied inspiratory plateau هيبقى فيه كده inspiratory plateau وبعدين ينزل على مين على ال expiration ده اللي هو مين اهو طب ده بريشر ولا فوليوم عيان بريشر تارجتد ولا فوليوم تارجت فنتليشن فوليوم ولا بريشر فوليوم مش بريشر ليه فوليوم لان عندي هنا حاجتين عندي بيك انسبيراتوري بريشر وعندي بلاتو صح ولا لا خلاص يبقى ده فوليوم كنترولد فنتليشن طب ايه ميزه ايه الفرق طب الفرق ما بين بيك انسبيراتوري بريشر والبلاتو بريشر ده يفرق معايا لو ترانس اير واي بريشر هيفرق معايا في حاجه حد من الشباب يقول لنا خليها انتراكتف كده لا لا هيفرق معايا العيان لو ديستريس وعندي انكريس بيك انسبيراتوري بريشر لو انا دخلت على العيان ولقيت له عيان ديستريس والبيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي المشكله فين اير واي ريزيستنس او في اللنج في اللنج كومبلاينس هفرق ما بينهم ازاي اللي هو الاثنين دول الحته دي مهمه جدا ان لو البيك انسبيراتوري بريشر عالي والبلاتو عالي يبقى المشكله مش في الاير واي المشكله في اللانج بارينكما اتسلف يبقى ممكن جاي العيان جاله نيوموثوركس ممكن العيان جاله كونسوليديشن تاني جاله دخل في اكيوت لانج انجري خلاص وبالتالي تبقى المشكله في مين سوري تبقى المشكله في اللانج بارينكما انما لو لقيت البيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي قوي والبلاتو نورمال يبقى المشكله في الاير واي يبقى انا قدرت ان انا احل المشكله بدون يعني عرفت السايت مكان المشكله فين وبالتالي ابلاي الحل بتاعي على اسس وبالتالي البريشر ويف فورم تقدر تقول لي اذا كان في العيان عنده اوتو بيب بس دي هتبقى اكتر في الفلو اذا كان العيان عنده اير واي اوبستراكشن وافرق ما بين الاير واي اوبستراكشن والمشكله بتاعه اللنج ميكانكس او عن طريق قلنا الفرق ما بين بيك انسبيراتوري والبلاتو بريشر العيان عنده asynchronization ولا لا وده بيبان ان العيان بياخد نفس بس الجهاز ما بيدلوش يبقى ده ineffective effort يبقى في بريشر موجود بس الجهاز ما مش متعرف عليه مشكله فين لازم ان انا ايه اوصل للمشكله معايا او ما هو التريجرنج effort العيان بيعمل مجهود ومع ذلك ما فيش ايه قصاده rewarding ده اللي كنت بقول لكم عليه لو البيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي يبقى increased airway والبلاتو normal يبقى increased airway resistance لو البيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي والبلاتو عالي برضو معاه يبقى اللانج كومبلاينس هي اللي ايه هي اللي البلورال فيوجن بالمونري بليزم نيوموثوركس او واتيفر ده بريشر تايم جراف ناخد الفلو تايم جراف الفلو سبونتينيسلي ده الانسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن لازم الاكسبيريشن يوصل لغايه مين لغايه الزيرو ده الزيرو ده التايم وده الانسبيريشن الاكسبيريشن فوق اكسبيريشن تحت ده السبونتينيوس بريثس مختلف عن الميكانيكال بريثس الميكانيكال بريث عاده الانسبيريشن يبقى سكوير وممكن يبقى ديسيليريتنج انا بتحكم فيه من الايه من شكل السايكل من بره من الفنتليتور او يبقى ديسيليريتنج او ممكن يبقى سن تمام كل ده انا بتحكم فيه على حسب الايه الفنتليتور اللي موجود معايا ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن سواء كده او كده لازم الاكسبيريشن يوصل لغايه مين الزيرو لان لو الاكسبيريشن ما وصلش لغايه الزيرو يبقى في فلو شغال وبدا العين ياخد نفس يبقى دينوتنج ان في عنده اوتو بيب يبقى ده طريقه من طرق ان انا اقدر اشخص الاوتو بيب والاوتو بيب ده فيري هيدن
item لان العيان ما بقاش synchronizing مع الجهاز، يبقى عنده weaning failure، يبقى عنده hemodynamic instability، وانا مش عارف ايه السبب. مجرد بس ان انا ابص على الكيرف او ابص على الجراف اقدر يقول لي ده شكل الفلو. ممكن يبقى سكوير، ممكن يبقى decelerating، بس لو انا استخدمت decelerating الانسبيراتور تايم بتاعي بيزيد، وبالتالي في العيانين الادلت او الاي ار دي اس اما اجي استخدم فوليوم تارجت فنتليشن ممكن استخدم فوليوم تارجت فنتليشن ومعاه decelerating فلو. ده يساوي بالظبط بريشر كنترول فنتليشن. يعني كان في فتره من الفترات قالوا ان البريشر كنترول اعلى من الفوليوم كنترول، لا دلوقتي هي الفوليوم كنترول مع decelerating فلو احسن من او يساوي البريشر كنترول فنتليشن، والاثنين اندر تيرم لونج بروتكتيف فنتليشن. طيب ادي الانسبيريشن بيوصل لغايه الاخر، ده البيك انسبيراتوري فلو ريت، وده بدايه الاكسبيريشن، وده الانسبيراتوري تايم كله، وده الاكسبيراتوري تايم. مهم قوي السايكلز دي، عشان يعني لو انا الاكسبيريشن بتاعي قليل والبيك اكسبيراتوري فلو ريت، بيك اكسبيراتوري فلو بتاعي مش واصل لغايه تحت، ممكن اشخص بيه حاجات زي ده الاكسبيريشن اكسبيراتوري فلو ريت مهم قوي، وده الديوريشن اوف اكسبيراتوري فلو، ولازم الاكسبيريشن زي ما احنا قلنا يوصل لغايه مين؟ لغايه الزيرو. ده لو انا حاطط بلاتو. نيجي بقى للجزء الاولاني، انا بحط العين على الجهاز، طيب وانا بحط البيك فلو ولا الجهاز هو اللي بيديله البيك فلو؟ وانس ان انا حطيته على فوليوم كنترول او حاجه لازم ان انا اتحكم في مين؟ في الانسبيراتوري فلو ريت بتاع العيان، صح؟ طب افرض ان الانسبيراتوري فلو ريت بتاع العيان اكتر من اللي انا مديهوله، العيان هيتعب ولا مش هيتعب؟ هيبقى فيه اسينكرونايزيشن. طب اقدر اديتكت ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ بالويف فورم دي فقط. عيان بياخد نفس، بياخد عنده كابابيلتي عاليه، بس مش هيقدر ان هو ايه؟ ما اعرف منين عنده كابابيلتي عاليه؟ شكل الفلو يبقى كده، ان هو العيان بياخد نفس جامد قوي، تمام؟ وانا بديله بيك فلو 70 وهو محتاج 100. مش هتبان غير بمين؟ غير بشكل ايه؟ مفيش حاجه ثانيه تبينها. اتفقنا؟ ده البيشنت ده. طيب الاير ترابنج، وده فيري امبورتنت، الاكسبيريشن مش هيوصل لغايه الزيرو. نورمالي الاكسبيريشن بيوصل لغايه الزيرو، هنا مش هيوصل لغايه الزيرو، وهيبدا مين؟ الانسبيريشن. مش هقدر اجيب الاير تراب. قبل كده كنا بنجيب الاير تراب عشان اعمل ديتكت الاوتو بيب، اعمل ايه؟ احط العيان على ميكانيكال فنتليشن وكومبليتلي بارالايز، واحط ثلاثه مش عارف ثلاثه سايكل و20، يعني قصدي مانوفرز كتير قوي. انا بالحاجات دي كلها مجرد ان انا ابص على مين؟ على الفلو تايم كيرف، يديني مين؟ يقول لي اذا كان العيان عنده اوتو بيب ولا ما عندوش اوتو بيب. ده مش كده وبس، مش حكايه الاوتو بيب فقط، الريسبونس للبرونكودايليتوس. ادي مين؟ ادي الاكسبيريشن وادي برولونجد اكسبيريشن، صح؟ اما ادي برونكو دايليتورز متوقع ايه؟ ان البيك اكسبيراتوري فلو ريت يعلى، صح ولا لا؟ وال بيك انسبيراتوري فلو ريت يعلى والاكسبيريشن يقل، اكسبيراتوري تايم تقل، وبالتالي في ريسبونس برونكو دايليتورز. فلو انا يعني ده من ضمن الحاجات اللي تقول لي ده في عنده ريسبونس برونكو دايليتورز ولا ما عندوش ريسبونس تو برونكو دايليتورز. اتفقنا يا جماعه؟ خلاص. في حاجه ثانيه، العيان الانفيزيميتس ما عندوش البيك اللي بيوصل، بيك اكسبيراتوري فلو ريت دي مش موجود، لوس اوف ذا بيك اكسبيراتوري فلو ريت مع وجود الاير ترابيك مع وجود الاوتو بيب، ده يقول لي ان العيان ده مينلي انفيزيميتس مش كرونيك برونكاتيك. الفلو الفوليوم بقى، نيجي للفوليوم. الفوليوم بقدر ان انا اشخص بيه الاير ليكس، التايدل فوليوم اللي بياخده العيان. في عندي اكسبيراتوري تايدل فوليوم، هو عاده التايدل فوليوم اللي انا بدي 500 وهو بيطلع لي 350 او 400، يبقى في اير ليك موجود فين؟ هل اير ليك موجود فوق اراوند تراكيه؟ هل اير ليك في الكونكشنز؟ كل ده مهم قوي، انا بحاول ان انا ايه اعرفها منين؟ من الفوليوم، من الفوليوم الويف فورم بتاعتي. ده الاكسبيريشن. الفوليوم لا، لوس اوف فوليوم ما وصلتش لغايه الزيرو ليفل برضه، يبقى في عندي مين؟ لوس اوف فوليوم، في عندي ليكج في حته ما، ادور على الليكج ده فين؟ والليك جايبان اكتر في الفلو فوليوم كيرف زي ما انا بعد شويه. لو انا بمونيتور عيان على ميكانيكال فنتليشن في عيانين الادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم، مفيش عيان ادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم من غير ما اشوف البي في كيرف، بريشر فوليوم كيرف، تمام؟ لان هي الاي ار دي اس او الاكوت لانج انجري اساسا مشكلتها في مين؟ ان في لانج كومبلاينس ضايعه، صحيح مش هيتروجينس، هي هيتروجينس مش هوموجينس، انما مهم قوي ان انا اشوف، لان انا العيانين دول بمانج ازاي؟
بعمل لانج فوليوم لانج بروتكتيف استراتيجي. ده حاجه. الحاجه الثانيه بحط بيب. احط بيب قد ايه؟ كام؟ على انهي اساس؟ مش هينفع الحاجات دي كلها غير بمين؟ غير بالبريشر فوليوم كيرف. وفي نفس الوقت هل العين استجاب ولا ما استجابش؟ الكومبلاينس ده اتحسنت ولا سوقت؟ برضه عن طريق المين؟ البي في كيرف او بريشر فوليوم كيرف. البريشر فوليوم نورمالي او ده المانداتوري بريثز بيبقى في عندي مين؟ انسبيريشن وبعدين اكسبيريشن. ده الايه؟ ده المانداتوري بريثز او شكل الكومبلاينس او شكل الايه؟ ده الكومبلاينس في مين؟ في العيان نورمال اما احط عين على ميكانيكال فنتليشن. طيب لو العيان بياخد سبونتينيوس وانا حطه على ميكانيكال فنتليشن ادي الانسبيريشن وبعدين بعد كده هيجي لي مين؟ الاكسبيريشن بعديه على طول. طب لو العيان اسيستد يعني هو بياخد نفس والجهاز بيديله لازم يبقى فيه عنده مين؟ النيجاتيف بريشر الاول وبعدين بعد كده يبقى فيه مين؟ البوستيف وبعدين يبقى فيه مين؟ الاكسبيريشن. يبقى دول الثلاثه نورمال فاريبلز بتاعتي سواء مانداتوري سواء سبونتينيوس او سواء اسيستد فنتليشن. معايا يا جماعه؟ لا. طيب دول الثلاثه زي ما هم. نيجي بقى للانسبيريشن اكسبيريشنز ده جزء اذا كنت ابلايد بيب ولا لا. نيجي النقطه اللي انا بحط البيب عليها اللي هو في حاجتين اسمها انفليكشن بوينتس. عندي اثنين لور انفليكشن بوينت والابر انفليكشن بوينت. اللور انفليكشن بوينت اللي هي الجزء ده انا بحط البيب بتاعي اباف اللور انفليكشن بوينت. البيب في العينين اي ار دي اس او ادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم اباف اللور انفليكشن بوينت دي. وبالتالي مهم قوي يعني ما انا احط ممكن انا اقعد اتايتريت واحط 5 واحط 10 واحط مش عارف مين. طب ما لو انا عندي عملت البي في كيرف وهو موجود على معظم الاجهزه الجديده وكل الاجهزه لو انا عملته وحطيته وقال لي ان هو ان اللور انفليكشن بوينت بتاعتي ان البيب بتاعي 12 او اللور انفليكشن بوينت دي عند 12 او 13 سنتي يبقى ايه؟ يبقى انا احط 14. انا سهل يعني لو انا قدرت ان انا مين ده اعمل مين اقدر ان انا احط الايه البيب واقدر ان انا اجيب اللور انفليكشن بوينت. طيب حطيت البيب العين اتحسن ولا ما اتحسنش؟ تمام. خليها دي انا سنسيتيف دي دي هنتكلم عليها. تمام. مهم قوي بقى ده النورمال بي في كيرف في مين؟ في عيان مين؟ الفوليوم تارجتد فنتليشن. معايا يا جماعه؟ طيب اما العين يتحسن يبقى شيفتد للليفت ولا شيفتد للرايت؟ يعني هنا ده تشينج يعني هو الكومبلاينس او ده عباره عن تشينج في الفوليوم يساوي تشينج في البريشر على التشينج في البريشر. تمام. العين اما يتحسن يبقى التايد الفوليوم اللي هياخده لو خد هنا مثلا زي 500 لو البريشر عندي بتاعي بقى يعني نورمالي هنا 500 البريشر 50 يبقى الكومبلاينس 10 سي ده. لو عندي ال 500 بقى البريشر بتاعي 30 يبقى الكومبلاينس بتاعتي قد ايه؟ 15 او 20 يبقى احسن. وبالتالي العين اما يتحسن يخلي الكومبلاينس او يخلي البي في كيرف ده شيفت تو ذا مين؟ تو ذا ليفت اهو ويسوق شيفت لمين؟ للرايت. يعني نفس التايدل فوليوم اللي بياخده بس اسوشيتد معاه بريشر اعلى. يعني ال 500 بس شيفت معاهم بريشر مثلا 50 60 يبقى الكومبلاينس بتاع العين بقى اسوء. ما انا بتابع العين بكده. طيب لو عندي مش بريشر مش فوليوم تارجتد بريشر تارجت فنتليشن ده البريشر وده الفوليوم برضو هنا الشفتات هتبقى شمال ولا يمين؟ شمال برضو. اما العين يتحسن تبقى ايه؟ يبقى التايد الفوليوم اللي هياخده قصاده بريشر اقل. اتفقنا كده؟ التحسن اعلى. هنا التايد الفوليوم اللي بياخده هنا 400 قصاده بريشر كام؟ 50 مثلا. وهنا 600 قصاد بريشر 50 يبقى انا فيهم ده العين بيتحسن. ما انا بمونيتور الميكانكس بتاعت العين بكده بمونيتور الادلت انا بعمل ايه في الادلت ريسبيراتوري الاي ار دي اس؟ انا بمونيتور كل اللي انا بعمله بحط العين على ميكانيكال فنتليشن بس لازم اظبط بقى الميكانيكال فنتليشن اعمل لانج بروتكتيف استراتيجي امونيتور اللانج ميكانكس بتاعت العيان. العين بيسوق العين بيتحسن الامور هو مش مونيتور غير بمين؟ غير بالميكانكس. والميكانكس سهله والجرافيكس اسهل كمان لو بس اهم حاجه ان احنا ايه نابلاي. تمام. طب العيان اوفر اعرف منين العيان اوفر ديستندد؟ يعني العيان مدي بريشر عالي او مدي تايدل فوليوم اعلى من اللي المفروض ان اللانج ايه تقبله برضو من مين؟ من البي في كيرف.
بريشر فوليوم كده. بص الاقي ان هو في اكستنشن كده للحته دي. نورمالي هو مش كده، اتفقنا يا جماعه؟ نورمالي ما عنديش هذا الاكستنشن. انا في الايه الاوفر اكستنشن بيبقى عندي هذا الايه الجزء بتاع الاكستنشن. نيجي للفلو فوليوم لوب، عكس الفلو فوليوم لوب اللي انا بعمله في الفسيولوجي. نورمالي ده الانسبيريشن وبعدين ده الاكسبيريشن. نورمالي بالنسبه لي انا العكس في مين؟ في الفلو فوليوم كيرف بيبقى الاكسبيريشن هو اللي فوق والانسبيريشن هو اللي تحت، صح؟ نفس البارامتر اللي بطلعها من الانسبيريشن من الفلو فوليوم كيرف بطلعها من هنا ان اديشن لحاجتين، تمام؟ لو عندي اير ليك تايد الفوليوم اللي بياخده ما بيطلعوش، متوقع ان التايد الفوليوم يوصل لغايه فين؟ ان الاكسبيريشن يوصل لغايه الزيرو، بس هو خد 500 بس يطلع لي كام؟ 400. الليك فين؟ ادور عليه. مجرد بس ان انا شفت شكل الكيرف كده بيقول لي الليك في ليك، ادور على الليك فين؟ بس سو سمبل. او مش الليك بقى ده الاير ترابنج كمان، لو ما وصلش لغايه الزيرو الاكسبيريشن يبقى في عندي مين؟ اير ترابنج في اوتو بي. يبقى هنا يعني التو اكستريميتيز البي الاير ترابنج واللي بقدر بس من الكيرف ده اقدر ان انا ايه لو في عندي سكريشنز او الاير واي الاير واي ريزيستنس، لو في ريسبونس برونكودايليتورز تقدر تعمل، لو في سكريشنز شكل الكيرف عاده مش السكريشن اثناء الاكسبيريشن، ما هو شكل الكيرف ماشي شكل الكيرف بيبقى كده نورمالي هو كده شكل الكيرف. ابص الاقي ان هو ايه في سكريشن اثناء الاكسبيريشن مش اثناء الايه الانسبيريشن. يبقى ده اقدر ان انا من الفلو فوليوم لوب ومن البريشر بي في كيرف ومن الجرافيكس العاديه خالص اقدر ان انا اقول العيان ده ماشي كويس على الفنتليتور انا فريش كويس، واقدر امونيتور العيان بيتحسن بيسوق لغايه اما ايه اشوف لو بيتحسن ايه الدنيا يبقى انا ماشي كويس، لو بيسوق اعمل حاجات مختلفه شويه. تمام بتيك هوم بوينتس فنتليتور واي فورم اناليسيز انتجرال كومبوننت في المانجمنت اوف ميكانيكال فنتليتورز. ومعظم الفنتليتورز الجديده كلها عندها الايه الجرافس اللي موجوده بتاعتها، وبالتالي بس مستنيه ان احنا نابلاي، ومش نابلاي بس نابلاي ونحسن ونقدر نبريدكت البيشنت فنتليتور اسينكري ونقدر نبريدكت حاجات كتير منها. ديفلوب هابت اوف لوكينج ات رايت واي فورم فور جيفن مود اوف بيشنت. لازم كل ما تخش على الجهاز خش والعب فيه واعمل وشوف المشكله. لو انا عندي سكريشنز في الـ في الـ في التيوب ذات نفسها ممكن يبقى شكل الكيرف ايه، لو انا عندي لا اقفل الامبول، يعني مجرد بس ان انا عندي الجهاز واحط عليه التيست لانج واشتغل بقى ادوس، لو عندي كومبلاينس اعمل من بره يبقى شكله ايه، بحيث ان انا يبقى ده بالنسبه لي بالظبط ترند عادي خالص. Always look at inspiration or expiration component of flow time waveform. Do not hesitate to change the scale. لان هو بيبقى عندي السكيل بتاعتي من 6 12 24 كل ما اقلل السكيل كل ما يبان الكيرف اكتر، كل ما ازود السكيل لو انا عايز شكل الكيرفات اجماليا. And thank you.